النوادي جميع النوادي اللي كاينين في مدينة طنجة ولا على الصعيد المغرب كامل بغير أي سبب، مع أن الرياضيين هم اللي التزموا بتدابير احترازية وكان ما فهمناش هذا الشيء. هذا علاش؟ شنو الحلول؟ الحلول اللي كتطلبوا بها؟ نتمنوا الحكومة تعاود إعادة النظر في هذا القرار اللي اتخذته، وهذا الشيء حنا ما راضيين شي به، حيت حنا عندنا مصاريف وعندنا بزاف حاجة تابعين لنا، خصنا نخلصوا الفكرة، خصنا نخلصوا الخدام، خصنا نخلصوا حقوق الميناج، بزاف حاجات عندنا تابعين لنا وحنا ما عندنا حتى ندخل دابا حاليا. نتمناو من الحكومة تعاود إعادة النظر في هذا القرار اللي تحقق. السلام عليكم. السلام عليكم، معكم الأستاذ عبد الواحد الزقسي اللي عنده نادي بيلير. نعم اليوم الواقعة احتجاجية على ضد الشيء اللي وقع بالإغلاق النوادي الرياضية، وكنطلبوا الحكومة تفتح لنا كاش صال الرياضة، وهذا الشيء اللي وقعنا من طرف الحكومة. دائما حنا مالوال في القمة، دائما كتجي كاش شي حاجة كيعرفوا عن النوادي، كيعرفوا عن النوادي وليدوش، ولهذا حنا مع الإخوان ديالنا هذا القلة اللي جاوا ما توقعناش يعني هذا الحضور هذا غيكون هايدا، ولكن إن شاء الله كاين باقي المزيد إن شاء الله رب العالمين منا قدام إن شاء الله. عندنا الوقفة إن شاء الله الأربعاء إن شاء الله رب العالمين غتكون وقفة إن شاء الله أكبر وأكثر كثافة من هذه الوقفة هذه. حنايا ما كنطلبوش شي حاجة كبيرة، المطالب ديالنا هو لا للإغلاق الصالة الرياضية، لأن الصالة الرياضية ملي كتغلق راه كتفهم فيها كتفهم مدربين، فيها فام ميناج، فيها بزاف مسائل، عرفتي؟ كاين اصغر صاله كيكون عندها ثلاثه، كيكون عندها مدرب وفام ميناج وملاصه، يعني واذا غلقتي هاد الصاله هادي يعني هما ثلاثه كواحد هاز اسره، يعني كيوقع الضرر. وكاين لي صال كبارين اللي عندهم كتب حتى سته سبعه ديال لي كوتشي وفام دي ميناج، يعني حنا تصور عندنا هنا في الشمال 300 صال، تصور 300 صال كورسات شحال هازه، شحال عيكون كتفهم الناس واقفين عاطين على العمل، وقع التشرد، وهاد الناس هادو كاملين عندهم الاولاد ديالهم كيتمدرسو، اللي كيمرض، اللي كيمشي خصو يداوى، يعني مين عيجيب هادشي هذا؟ إذا الإغلاق مش في الحق ديالنا، الإغلاق ماشي شي يعني ماشي قرار صائب، أنا كنعاودو كنكرر كتفهم الحكومة اللي اتخذت القرار ده قرار عشوائي، جد عشوائي بزاف. حنا كنشوفو الحافلات عامرين، كنشوفو المقاهي عامرين، المطاعم، الطرقات كلشي عامر، ازدحام في الشواطئ، كلشي جات حنا عين ليصال للرياضه وشعل لنا الاغلاق. كانوا بعدا على الاقل الدوله كتاخذ على الاقل الاجراءات ديالها، نتمنى بحال بحال اللي عمل الجامع السعود اضعف ايمان. واصلا حنايا فهاد الشهر هذا غش شهر 8 هذا اللي يكون شهر الصيف كتكون الامور مخافه، يعني خدامين كاع 10-15% كتدخل لاصال كتجيو راه خاويه فوق كتمر لاصال، كتمر لاصال حتى من السبعه وفوق حتى كيبرد الحال عاد كتمر لاصال. ولهذا كنضم المسؤولين من الناس يعني اللي عملوا القرار هذا تراجعوا على القرار ديالهم، وعملوا لنا كتفهم يعني تسعود بديل على هذا الاغلاق هذا، لان حنا متضررين بزاف، عرفتي؟ متضررين بزاف من هذا الشيء الاغلاق هذا، وكنعاودوا كان الناس الشروط تاخذ كتفهم حقنا شي مسائل كتفهم يعني اللي عتكون منطقيه وعقلانيه. وشكرا.